منتج رخيص جدا مفعول وسحري فعلا على البشرة، لازم تجربوه. اهلا بكم، لأول مرة تشوفوني فيسعدني انضمامكم في قناتي بالضغط على زر الاشتراك، وما تنسوش تحطوا اللايك وتوصلوا الفيديو لأكبر عدد ممكن من اصحابكم معارفكم لكي تعم الفائدة. تعالي كده قبل ما يعني تستخدمي اي منتجات لبشرتك، قبل ما تستخدمي كريم سيروم ماسكات، فلازم تعرفي ان الغسول خطوة مهمة جدا لتنظيف البشرة. لكن الغسول ده يمكن ليه شقين، شق في ناس تقولك هل هو فعلا بينظف البشرة ولا بيسبب ظهور الحبوب والالتهابات، وهو ده اللي هجاوب النهاردة عنه من خلال واقع تجربتي الشخصية معاه. هو غسول مورنينج انرجي لتجديد اليومي من كلين اند كلير، ومن اسمه كده ان هو بيستخدم في الصباح، ولكن حابة اثير الجدل ان انا كنت بستخدمه في المساء وكان بيديني نتائج ممتازة، وحابة اقول لك ايه السبب. السبب لاني في النهار مش بنتعرض لكتير من يعني في الصبح اول ما بتصحي عادي بيكون بشرتك نظيفة لانك بتبقي نايمة غسلها كويس، فبتنزلي في الشارع بتتعرضي للأتربة للغبار للشمس للتحطي ميك اب، الحاجات دي كلها طبعا لو ما اتغسلتش قبل الذهاب للنوم فده ممكن يسبب بشكل كبير ظهور التجاعيد بشكل مبكر وكمان ظهور الحبوب. فعشان كده بحب جدا استخدمه بالليل، وفي الصباح بستخدم الروتين العناية بتاع العادي خالص، بغسل بشرتي بالمية العادية بيتم تجفيفها، وبعدين بحط الكريم بتاعي الكريم المرطب، بحط صن بلوك لو انا هخرج في النهار. اللي عجبني فيه والمميز فيه ان هو مش بينشف البشرة خالص، ودي يمكن حاجة لفتت نظري بما ان انا مجربة كتير من المنتجات سواء كريمات او حتى غسولات، غسول اللي كان ينظف البشرة كويس لكن بيسبب الجفاف، لكن ده بيحتوي على كمية كبيرة من الجليسرين، وده اللي بيساعد ان البشرة تكون مترطبة بشكل هايل، وفي نفس الوقت كمان عطونا التأثير اللي المفروض يدي اي غسول ان هو بينظف البشرة، وبحس كده ان هو بيعمل زي ازالة طبقات الجلد الميت بشكل لطيف، فبالتالي بيطلع الحبوب المدفونة. فالتأثير الاولاني لاستخدامك ليه يعني بعد اسبوع اسبوعين هتلاحظي ان في حبوب بدأت تبقى موجودة في بشرتك سواء حبوب صغيرة او كبيرة، ما تقلقيش خالص استمري على استخدامه بالشكل الصحيح، وهو انك طبعا تستخدميه مرة في اليوم مش اكتر من كده، تهتمي بخطوة الترطيب. الترطيب بيكون بكريمات تناسب نوع بشرتك، يعني بلاش تستخدمي كريمات تكون تقيلة ممكن تكون هي السبب في ظهور الحبوب، وتبعدي عن اسباب الحبوب وتعالجيها بالطرق المعتادة بالكريمات او غيرها، هتشوفي نتائج ممتازة. يعني ده غير كمان ان هو مفهوش اي مواد ضارة كمواد حافظة ولا حاجة من الحاجات دي، ومفهوش نسبة من العطور عالية، فعشان كده هيناسب كل انواع البشرة. ده تجربتي.